بارفاني معنا اليوم هو تايجر من بلغاري ومن لا كوليكسيون لو جيم بلغاري. كوليكسيون لو جيم للمعلومه فهي راه فيها تقريبا 13 ريفيرونس. اللي معروف عندنا في المغرب بزاف هو تايجر وفالكار، ان شاء الله راه مازال الا كتب الله نوفروه لكم. تايجر بارفان من العطار، من العطار جاك كافالي، وجاك كافالي هو بنفسه اللي صنع البارفان ليمون سيتي من لوي فيتون اللي تقريبا هذا في 2016 وليمون سيتي من 2018. بحال قلنا ليمون سيتي انسبيراسيون ديال هذا البارفان. هذا الدراري الاخوان اللي ديجا خداو مثلا تراتي من افنان انسبيراسيون ديال بلغاري تايجر، فراه غادي الا بغى يطلع النيفو راه غادي يعجبو هذا مزيان. البارفان هذا متوفر عندنا في الديكونت ابتداء من 10 ايميل كيف ما ولفتوا فينا، واللي بغى شي حاجه الرقم ديال الواتساب تواصلوا معنا. والسلام عليكم.